أخطر 10 طيور في العالم، أهرب فور رؤيتها. تعتبر الطيور من الحيوانات التي تنال إعجاب الكثير من الناس بسبب أنها صغيرة في الحجم وملونة، ولكن بالرغم من ذلك توجد بعض الفصائل من الطيور التي تشكل خطراً كبيراً جداً على الكثير من البشر وتهجم عليهم في الكثير من الأحيان. ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نتعرف على بعض من هذه الطيور التي يجب عليك الابتعاد عنهم. ولكن قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. هل أنت مستعد؟ هيا بنا نبدأ. في المرتبة السابعة، جافيتو أرجنتي يوروبيا. هو طائر النوراس، ويصل طول هذا الطائر إلى 66 سنتيمتراً، وهو معروف بلون المنقار الأصفر واللون الرمادي على جانبي الطائر. كما يقال إنه يعيش على طول الساحل الغربي لأوروبا، وهو يقترب ويعيش على الساحل حتى يكون قادراً على تناول العديد من الأسماك من البحر، حتى يقال إنه يعيش بالقرب من المناطق التي تحتوي على القمامة، وذلك بسبب أنه يستطيع تناول الطعام منها، مما يعني أنه يتواجد بالقرب من المناطق التي يتوفر فيها طعام. ومن المعروف أيضاً عن هذه الفصيلة أنها من الفصائل التي تسرق الطعام من الميناء البحري، حتى أنه في كارتون نيمو كان يظهر هذا المشهد الذي يؤكد على أن هذه الحيوانات تحاول البحث دائماً عن الطعام، كما أنه تم تسجيل الكثير من الحالات التي فيها كان هذا الطائر يهجم على الطعام الموجود مع البشر من أجل التخلص من الجوع. ولهذا يؤكد الكثير من الخبراء على ضرورة الابتعاد عن هذه الفصائل، وذلك بسبب أنها تهاجم في مجموعات. في المرتبة السادسة، بوهو بارادو. يعتقد الكثير من الناس أن البومة رمز إلى الروحانية والهدوء، ولكن في شمال أمريكا تعتبر هذه الفصيلة واحدة من الفصائل التي تهجم في الكثير من الأوقات على البشر، حيث يقال إنه في عام 2003 تم اتهام هذا الرجل في قتل زوجته عن طريق ضرب رأسها في المدفأة. ولكن بعد أن قضى هذا الرجل عدة سنوات في السجن، استطاع الأطباء في عام 2011 اكتشاف حقيقة ما حدث، وقيل حينها إن البومة هي من تسببت في هذا الحادث. وهذا يعني أن هذا الطائر يعتبر من أخطر الطيور التي توجد حول العالم. في المرتبة الخامسة، جرام بوهو كورنوذو. في عام 2012 أكد الكثير من زوار إحدى الحدائق التعرض إلى الكثير من الهجمات من قبل هذا الطائر، وهذا يؤكد على الخطورة التي كان يشكلها على الكثير من الناس، كما أنه يلاحظ أن هذا النوع من الطيور يهجم على الأشخاص التي تجري، وخاصة اللاتي يصففن شعرهن على شكل ذيل الحصان. ويقال إن قوة الهجمة من هذا الطائر تشبه قوة الهجمة من الكلاب المفترسة، ولهذا يفضل عليك دائماً الابتعاد عن هذا النوع من فصائل الطيور. في المرتبة الرابعة، كويبرانت أهويزوز. هذا الطائر يعرف باسم النسر الملتحي، وكما هو واضح من الاسم إنه واحد من النسور، ويقال إن طوله بالكامل من الممكن أن يصل إلى متر، ويقال إنه يفضل تناول الكائنات الميتة، حيث يفضل تناول العظام فيها أكثر من اللحم، وهذا يعني أنه من الطيور الخطيرة جداً، وله أسلوب مميز وفريد في الصيد، حيث يحمل الفريسة معه في الهواء ويلقيها من على ارتفاع 80 متراً على مجموعة من الصخور، وبهذه الطريقة يستطيع الحصول على عظام هذه الفريسة بكل سهولة كما هو واضح في هذا الفيديو. ولحسن الحظ أنه لا يهجم على البشر، وإلا فقد كان قد شكل خطورة كبيرة على الكثير من الناس. في المرتبة الثالثة، إيميو. هو واحد من المخلوقات الأسترالية
ويعتبر ثاني أكبر الطيور حول العالم. وفي الحقيقة إنه يتمتع برأس مضحكة جداً وغريبة في الشكل، وهو يعتبر واحد من الطيور الخطيرة جداً، حيث أنه عندما يتعرض إلى أي خطر يقوم بالهجوم بصورة متوحشة على أي حيوان يقترب منه، حيث يستخدم القدم القوية التي يتمتع بها والتي توجد فيها 3 مخالب فقط، حتى أن هذه المخالب حادة بدرجة كبيرة، مما تجعل هذا الطائر قادراً على إصابة الكثير من الحيوانات والأشخاص بالجروح الخطيرة. وفي الحقيقة تعد هجمات هذا الطائر على البشر قليلة للغاية، ولكن عند هجوم أي من هذه الطيور على البشر يجب عليك الهرب على الفور، وذلك بسبب أن سرعة هذا الطائر في الجري تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة. ثانياً، أفيستروز. تعتبر النعامة من أكبر الطيور التي توجد حول العالم، وهي تمتلك أقداماً قوية للغاية تساعدها على الجري بسرعة تصل إلى 72.5 كيلومتر في الساعة، وهذا يؤكد على أن هذه الحيوانات قادرة على ضرب باقي الحيوانات المفترسة والضخمة والخطيرة بقوة باستخدام هذه الأقدام، مما يتسبب في قتلها على الفور. ويقال إن هذه الطيور تفضل دائماً الابتعاد عن البشر، ولكن ما حدث من قبل مع هذا الرجل الأمريكي أدهش الكثير من الناس بسبب أنه قام بإلقاء العصا على هذا الطائر من بعيد، ما جعل الطائر يقوم بضربه بقوة في البطن، وكان يشعر بآلام شديدة جداً. في المرتبة الأولى، الكاسواريو. هذا النوع من الطيور تظهر في الكرتون الرائع المعروف باسم يوبي، والذي كان يفضل تناول الشوكولاتة، مما جعل الكثير من الناس يعتقدون أنه واحد من الطيور اللطيفة، ولكن على العكس من ذلك فإنه يعتبر واحدا من الطيور الخطيرة جدا والقوية جدا. هو واحد من الطيور الخجولة التي تفضل البقاء بعيدا عن أعين البشر في الغابات الاستوائية في أستراليا، وهذا يعني أنه لا يفضل الهجوم على البشر، ولكنه يمتلك أقداما قوية للغاية تجعله قادرا على تسديد العديد من الضربات المؤلمة لو استطاع أي شخص تشكيل خطر عليه، حتى أنه يمتلك مخالب حادة يصل طولها إلى 10 سنتيمترات، قادر على تشكيل العديد من الجروح الخطيرة في جسد أي حيوان أو أي شخص يقترب منه. وهذا يعني على عكس ما كان يظهر في هذا الفيلم، يجب على الشخص التوقف عن الاقتراب من هذا النوع من الطيور حتى لا يشكل أي خطورة عليه أو حتى يتعرض إلى العديد من الهجمات التي من الممكن أن تؤدي في النهاية إلى الوفاة. ما هو أكثر طائر نال إعجابك اليوم في هذا الفيديو؟ أخبرني في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء.